الرئيس السيسي يؤكد في اليوم العالمي للسكان على ضرورة بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعا يعيشه الجميع. رئيس الوزراء يؤكد سعي الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات بسيناء لتحريك عجلة الاستثمار. القوات المسلحة تنفي ادعاءات امتلاكها لأحد الشركات المدنية العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعا يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية. جاء ذلك في تدوينة له أمس بمناسبة اليوم العالمي للسكان، حيث أكد السيد الرئيس أن هذه المناسبة تهدف إلى زيادة الوعي لدى كافة شعوب العالم بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة، وبذل الجهود على المستوى الدولي لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان باعتباره أغلى ما في الوجود. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الذي توليه الدولة لجهود التنمية في كافة ربوع الوطن خاصة سيناء، والسعي للتوسع في تنفيذ المشروعات لتحريك عجلة الاستثمار، وأيضا تحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة بسيناء. أكدت القوات المسلحة في بيان لها اليوم على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة دابسي العاملة في سوق خدمات النقل الذكية عبر المحمول، وطلبت القوات المسلحة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع للمصادر الرسمية بتغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة. احتفل المعهد العالي للسينما بتخرج الدفعة 60 للمعهد بحضور وزيرة الثقافة ونخبة من أساتذة المعهد. المزيد في التقرير التالي. شغل عظيم الحقيقة ومجهود محمود جدا، يعني ده بيبين قد ايه يعني ان شاء الله المستقبل عظيم. يعني الشباب النهاردة بياخد فرصته بشكل كبير جدا من خلال دراستهم الحقيقة في الأكاديمية الفنون ومعهد السينما. احنا شايفين يعني جيل جديد طالع بفكر متطور جدا، ولو بنتابع المعرض هنشوف ان الولاد يعني بيبذلوا اكثر جهد ممكن ان هم يعني يبقى فيه دايما مستجدات في شغلهم مواكبة للسوق او بالاصح بالوضع السينمائي اللي موجود حاليا دلوقتي. النهارده أكاديمية الفنون معهد العالي للسينما بيشهد ميلاد جيل جديد من المبدعين، شباب خريجي معهد السينما في المجالات المختلفة، في الإخراج، في التصوير، في المونتاج، في الصوت، في المناظر السينمائية إلى آخره. والنهارده ده احتفال كبير بتشرفه معالي الدكتورة إيناس عبدية وزيرة الثقافة. في الآخر المستفيد الأول والأخير هي البلد، لأن احنا بنقدم لها النهارده خيرة شبابنا من المبدعين في المجال السينمائي. بيعتبر يوم العرس السنوي، من خلاله بيتخرج مجموعة شباب دارس مثقف فنيا، أتمنى يستفيدوا من الدراسة بتاعتهم وثقافتهم دي ويوصلوا فن جيد ومحترم. احنا عندنا أكتر من 20 فيلم، منهم افلام فيها مخرج. يعني ايه فيها مخرج؟ يعني مخرج وسيناريو واخراج ومونتاج وتصوير وديكور. وفي افلام عدد التصوير اكتر من عدد الاخراج في الدفعه دي، فهم عملوا افلام لوحدهم تصوير ومونتاج وصوت وبتحكموا عليها. احنا امام توليفه تكاد تكون مكتمله، ما اقدرش اقول مكتمله لان هم بنسميهم صغار المبدعين، توليفه كبيره جدا من الافلام المتنوعه. انت النهارده حضرتك هتشوف مجموعه من الافلام، كل فيلم منهم بيعبر عن رؤى واحلام شخص ما بيبتدي حياته الفنيه والابداعيه.